حبيب المجتمع على السيد الملك كمعترض لا جمعية ديال المعترض زعما ما عندنا شكل نظامي كان عندنا شكل نظامي ونقمع يعني واحد الوقت اللي تيبان ما تنسمعوش شعارات ديال حرية التعبير وحق الاحتجاج السلمي الواعي الموضوع بعد تقديمنا ولكل الحضاري متسمح يعني لا قطعناكم ولا شي حاجة ولكن بغينا نوصلوا الصوت ديالنا ولكن غير بإجازة بإجازة حنا قدمنا ملتمس باعتبارنا مواطنين مواطنات هذه المدينة الأبية سعيد بعد يعني مرور أكثر من 5 سنوات ولم نتلقى أي دعوة من طرف مجلس البلدي من أجل يعني التداول والنقاش في مسائل معضلات البطالة التي يعانوا منها الأبناء وبنات الحسين واتخذ مجموعة ديال الإجراءات اللي هي قانونية واعتبار أن المجلس البلدي يسهر لا سهر صحية لا 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 اسمح لي نعرف القانون يمنع علينا باش نعطيك القانون انتم القانون الرسالة وصلت القانون بالعكس الرسالة وصلت مازال ما وصلت غادي نرفع الجلسة لا اسمح لي ما تقولش الناس بلا ما نرفع الجلسة حنا ما بغيناش نسكتوا الموضوع الصحة دابا اسمح حنا ما بغيناش نسكتوا الموضوع الجيل غتكون مناسبة مع كامل احتراماتي للحاضرين والحاضرات سواء من الأعضاء ولا من المساكين لا ما هجمتش عليكم نحن مواطنين هاد البنايات دارت من اجلنا نحن هاد البنايات دارت من اجلنا نحن ومن اجل السهر على القضايا ديالنا والمعاناه ديالنا ماشي دارت لشي حاجه اخرى غير هذه انتم اي مقاربه كاينه الا المقاربه ديال البطاله ما كايناش عندكم في الاجنده ديال مجلس البلدي وهذا المنطلق وكامل الاعضاء نلتمس على اساس يعني فتح حوار مع الجمعيه الوطنيه فرع حسيمه ونناقشوا الدولة